السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. السعودية ترحل 12 ألف عامل يمني خلال يوم واحد. اللجنة الرئاسية تؤكد على ضرورة نشر الجيش في مواقع النزاع بدمشق. فريق صعدة والحكم رشيد في الحوار يضعان اللمسات الأخيرة على تقاريرهما النهائية. المستهل، بسم الله الرحمن الرحيم. شرعت دوريات الأمن في السعودية أمس الثلاثاء بعمليات اعتقال واسعة طالت آلاف العمال الأجانب المخالفين لما سمي بنظام الإقامة والعمل، بينهم عمال يمنيون بعيد انتهاء المهلة الممنوحة لهم قبل أشهر لترتيب أوضاعهم بشكل قانوني. مدير جوازات الطوال العقيد عبد الله صالح حادي أكد أن العديد من المتضررين اليمنيين العائدين من المملكة خلال يوم أمس الثلاثاء فقط بلغوا زهاء 12 ألف عامل يمني، وقال إن معظم العائدين كانوا يتواجدون في مناطق المملكة بصورة وصفها بغير القانونية، مؤكدا أن هناك 3000 آخرين ما زالوا محتجزين في سجن الطوال. هذا ويشكو بعض العائدين من إتلاف الجوازات لإقاماتهم الرسمية وإلغاء جوازاتهم بصورة تعسفية، مشيرين إلى أن القانون يقف فقط إلى جانب المواطن السعودي، مشيرين إلى أن تجاوزات عدة من بينها مصادرة البعض لممتلكات ورأس مال العديد من المغتربين بصورة تعسفية وغير قانونية. التقت اليوم اللجنة الرئاسية والعسكرية بإدارة مركز دماج السلفي ومشايخ وعيان دماج، وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية التنفيذ الفوري والعاجل للاتفاقية الموقع عليها بين الطرفين بصنعاء، وفي مقدمتها إخلاء المواقع والنقاط الخاصة بميليشيات الحوثي أو التابعة لأبناء دماج. وأوضح رئيس اللجنة الرئاسية يحيى أبو أصبع أن النقاش في دماج تركز على التنفيذ الفوري لآلية تنفيذ الاتفاقية والحلول والمعالجات التي ناقشتها اللجنة يوم أمس مع ممثلي الحوثيين. وقال: كان واضحا للجميع بأن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها في صنعاء من قبل الطرفين تنفذ هذه الآلية بحذافيرها بدون تقديم أو تأخير، وأضاف إن اللجنة اتفقت على خطوات التنفيذ في سبيل تنفيذ هذه الآلية، وفي المقدمة نشر القوات المسلحة في كل دماج في جميع المواقع التابعة للسلفيين والحوثيين والخطوات المتزامنة والمترافقة والمتتابعة فيما يتعلق بنشر الجيش في كافة النقاط ابتداء بمدينة صعدة وحتى دماج، وكذلك إسعاف الجرحى، وهذا ما اتفقنا أمس مع الحوثيين، بمعنى أنه بعد نشر الجيش يتم أخذ الجرحى دفعة واحدة. وأكد أنه سيتم البدء بالخطوات التنفيذية على الفور، وكل من يضع العقبات والعراقيل والمعوقات كما جرى في الماضي سوف نضطر إلى فضحه أمام وسائل الإعلام. هذا وقد وصف الناطق باسم أبناء دماج أداء اللجنة الرئاسية بالضعيف أمام غطرسة الحوثيين، مطالبا بموقف قوي منها وفرض قوتها وهيبتها على جميع الأطراف. وقال في اتصال هاتفي لقناة سهيل أن اللجنة الرئاسية يجب أن تتحلى بالشجاعة الكافية لإعلان المسؤول عن عرقلة وقف إطلاق النار. وأضاف الشيخ سرور الوادعي الذي تحدث من دماج أن الحوثيين قاموا بقتل 2 من أبناء المنطقة خلال تواجد اللجنة الرئاسية في المنطقة اليوم ولقائها مع العديد من قيادة دار الحديث، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة على ضرورة التسريع بنشر وحدات الجيش على طول الطريق من صعدة إلى دماج وإسعاف الجرحى، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث حتى اللحظة، مضيفا بأن القصف بالكاتيوشا يتواصل منذ عصر اليوم وأن الحوثيين لم يحترموا وجود اللجنة الرئاسية في المنطقة.
وللمزيد ينضم الينا عبر الهاتف الناطق باسم ابناء دماج الشيخ سرور الوادعي. الشيخ سرور، بدايه، ما هي ابرز القضايا التي جرى مناقشتها بينكم وبين اللجنه الرئاسيه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسف للمعلومات المغلوطه التي تنشرها او التي نشرتها وسائل الاعلام الرسميه، لانه قد تم وقف اطلاق النار في دماج. فهذا خبر كاذب ليس له اساس من الصحه. فاللجنه الرئاسيه قد حضرت الى دماج اليوم الساعه 12 ظهر، بعد ان سمع لها الحوثي بالوصول الى دماج، ولم يسمح لها الا بشق الانفس. الحوثي لم يسمح للجنه بالوصول الى دماج الا بشق الانفس. اتت الى دماج وطلبوا منها ايقاف النار. استبشرنا خيرا وقلنا فرجت، ولكننا اثناء وجود اللجنه الرئاسيه فوجئنا ان الحوثي لم يلتزم بوقف اطلاق النار، وقام باطلاق النار على طلاب دار الحديد وعلى الاهالي، مما اسفر عن مقتل شخص واصابه اخر بجروح بليغه. ولم يتوقف، وعندما اشعرنا اللجنه الرئاسيه بهذا العدوان الذي ارتكبه الحوثي بوجودها، اعتذرت وقالت انها لا تستطيع عمل شيء، بل انها لم تستطع اخراج الجثه التي قرصها الحوثي بحجه ان الحوثي سوف يقوم بقرصها اذا اقتربت من الجثه. المهم، غادرت اللجنه الرئاسيه المنطقه حوالي الساعه الواحده بعد الظهر، ولم نحصل على اي نتائج، بل الحوثي اليوم تمات في قصفه وضرب المنطقه بعد صلاه بصواريخ الكاتيوشا، وما زال الضرب مستمر الى الان. شيخ سرور، اكد لي بس، عفوا منك، اكد لي بس ان الشخص الذي قتل والجريح تم اثناء وجود اللجنه الرئاسيه داخل دماج. نعم، الاخ فارس الوادعي قرص الحوثي اثناء وجود اللجنه الرئاسيه، واشعرنا اللجنه الرئاسيه، اشعرت انا شخصيا رئيس اللجنه، واشعرت اركان حرب المنطقه السادسيه، وطلبت منهم شخصيا اخراج جثه هذا الاخ، الا ان الاثنين اعتذروا، رئيس اللجنه واركان حرب المنطقه اعتذروا بانهم لا يستطيعون اخراج الجثه خوفا من قنص الحوثي لهم. بالنسبه الان في هذه اللحظه، هل لا زال يعني اطلاق النار والقذائف مستمر؟ نعم، لا يزال اطلاق النار مستمر الى الان، بل الان الحوثي يعد العده لمهاجمه دماج من المنطقه الشماليه، الان ينصب المدافع، يقرب العربات المصفحه من الجهه الشماليه، يريد مهاجمه دماج من المنطقه الشماليه. طيب بالنسبه للجرحى، كيف تفعلون بهم الان؟ الجرحى ما مصيرهم؟ كيف يعالجون؟ الان بين الحين والاخر يتوفى شخص، كل لحظه يتوفى شخص من الجرحى، لان جراحهم بليغه، الجرحى بدون علاجات وبدون اسعافات اوليه، بعضهم مات نتيجه للنزيف، وبعضهم مات نتيجه لعدم وجود الاسعافات الاوليه. الجرحى تم اجلاء 23 من اصل 200، الباقي حالتهم حرجه ويتعرضون، او احتمالهم احتمال ان يموتوا في اي لحظه. الشيخ سرور الوادعي الناطق باسم ابناء دماج كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أقرت لجنة الحلول والضمانات بفريق صادة في اجتماعها اليوم التقرير النهائي للجنة ورفع عملها إلى الفريق الذي تقررت دعوته للاجتماع يوم غد للتصويت على القرارات كحزمة واحدة. وقعت كافة المكونات عدا المؤتمر وحلفائه على محضر الاتفاق المتضمن 59 نقطة كحلول لقضية صادة. إلى ذلك أرجع فريق عمل الحكم رشيد في جلسته اليوم مناقشة طلب لجنة التوفيق بشأن صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي إلى يوم غد الخميس. وقال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان إن لجنة التوفيق توصلت في اجتماعها أمس إلى صيغة للخروج من الخلاف في فريق عمل الحكم الرشيد. من جهة أخرى، توقع الدكتور ياسين عودة قريبة لمكون الحراك الجنوبي إلى جلسات مؤتمر الحوار، وخاصة الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية.
بدعم من ملتقى صناع الحياة نظمت مبادرة الإبداعات الشبابية جلستي استماع ونقاشات الطاولة المستديرة وبحضور أعضاء من الحوار الوطني، وذلك لمناصرة مخرجات الحوار حول قضايا التعليم والصحة والتي تم مناقشتها على طاولة الحوار على 6 أشهر. وأوضح المتحدثون في جلسة الاستماع بإعادة تقييم وسائل ومناهج وأدوات التعليم وتعديل مسار التعليم وإعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية والتعليمية والقائمين عليها كرواد يصنعون حياتنا ويخططون لمستقبلنا ومستقبل الوطن. وقالت رئيس ملتقى صناع الحياة إن مهمة المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والسلطات المختلفة أن تتعاطى مع مخرجات مؤتمر الحوار بمنظور المستقبل لا الماضي. استعرض الاجتماع الذي عقده اليوم فريق إعادة هيكلة القوات المسلحة المشترك برئاسة العميد الركن ناصر علي الحربي ورئيس فريق الخبراء الأردنيين العميد الركن زكريا فريحات، استعرض إجراءات ومتطلبات تحديد الرؤية الاستراتيجية لانتقال القوات المسلحة من واقعها الحالي إلى الهيكل الجديد للقوات المسلحة خلال المرحلة القادمة، وبما يحقق فاعلية القوات المسلحة وكفاءتها القتالية والفنية العالية. وناقش الاجتماع ما تم إنجازه من وثائق وهياكل تنظيمية للقوى والمناطق والمهام والواجبات لرئاسة هيئة الأركان العامة والدوائر التابعة لها، مستعرضا الهيكل التنظيمي ومهام وواجبات دائرة العملية الحربية وكل ما يتعلق بها وما يحقق لها إمكانية القيادة والسيطرة. أكد قائد قوات العمليات الخاصة لواء الركن عبد ربه القشيبي أهمية إقامة الدورات التخصصية للارتقاء بمستوى قدرات ومهارات منتسبي قوات العمليات الخاصة وصقل وبناء المقاتل المتميز والمحترف القادر على مواجهة أعقد وأخطر المواقف وفي مختلف الظروف، مشيدا بالمستوى المتميز من الانضباط العالي الذي يتحلى به منتسبو القوات الخاصة واللواء الأول حماية رئاسية وما جسده الخريجون من تميز واحتراف عال خلال مراحل الدورات التخصصية. جاء ذلك خلال حضوره اليوم حفل تخرج العديد من الدورات التخصصية النوعية لمنتسبي القوات الخاصة واللواء الأول حماية رئاسية في مجال أمن وحماية الشخصيات ودورة القناصين ودورة الصاعقة ودورة اتصالات الذي أقيم اليوم في ميدان تدريب القوات الخاصة. أكد رئيس هيئة الإسناد اللوجستية اللواء الركن أحمد محمد الولي على ضرورة الوقوف صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية للعبور بالوطن إلى بر الأمان وضرورة الالتزام وتنفيذ المهام والواجبات والتحلي باليقظة العالية في مختلف الظروف والمواقف. وفي كلمة ألقاها اليوم في حفل تدشين العام الدراسي والتدريبي 2013-2014 وترفيع الطلاب الدارسين إلى المستويات المتقدمة والذي أقيم اليوم في المعهد الفني للقوات المسلحة بصنعاء، أشار اللواء الولي إلى أن اليمن تشهد المراحل الأخيرة للحلول للحوار الوطني الشامل الذي يفرض على الجميع مزيدا من الاصطفاف الوطني ووحدة الصف وأن يقفوا معا ضد كل من يسعى إلى الفرقة وتخريب مصالح الوطن. عقدت اليوم منظمة الكرامة الدولية للحقوق والحريات لقاء مفتوحا للاستماع إلى شهادات أهالي ضحايا قصف الطائرات بدون طيار، وتحدث العديد من الأهالي عن ما تم من أحداث قتل بحق أقاربهم، كما تحدثوا عن معاناتهم مطالبين بإيقاف هذه الضربات وإيقاف خرق الأجواء اليمنية. وأكدت منظمة الكرامة الدولية للحقوق والحريات أن العديد من الضربات الأمريكية بدون الطيار خلفت ما بين 1000 إلى 2000 قتيل، كما طالب ممثل منظمة الكرامة الدولية إلى إيقاف هذه الضربات التي تقتل كثيرا من الأبرياء عبر هذه الضربات الخاطئة.
أعلن اليوم نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن عن تحديد 11 من الشهر الحالي موعدا لافتتاح المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن. يعقد المؤتمر الذي يجري التنسيق له منذ أكثر من 10 أشهر بحضور وزراء دول الإقليم والعديد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. أوضح الدكتور علي مثنى أن المؤتمر يسعى لتنظيم الجهود الإقليمية بهدف مكافحة التهريب والاتجار بالبشر وتوعية المهاجرين واللاجئين بالمخاطر وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات الإنسانية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية. أن هناك ازدياد ملحوظ ابتداء من عام 2009 في أعداد الواصلين إلى بلادنا من القرن الأفريقي. الظاهرة الأخرى والمهمة أن أعداد المهاجرين، ما يسمى بالمهاجرين غير النظاميين أو غير الشرعيين أو الذين لا يأتون بعقود عمل، إن أعداد هؤلاء المهاجرين قد أصبحت تشكل أكثر من 80% من أعداد القادمين إلى بلادنا. يعني في عام 2008 كان عدد المهاجرين أو عدد المهاجرين تقريبا 35%، ارتفع هذا الرقم في عام 2009 ليشكل تقريبا 80% من أعداد الواصلين إلى بلادنا. اختتم مساء اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول حول واقع التعليم المفتوح والذي تنظمه جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة السودان تحت شعار واقع التعليم المفتوح في الوطن العربي آفاقه وتطوره. ناقش المؤتمر على مدى يومين التطورات والمستجدات في التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني في العالم بما يحقق الاستفادة القصوى منها. المؤتمر شارك فيه أكاديميون يمنيون وعرب وهدف إلى عرض تجارب التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني الناجحة للمؤسسات التربوية والحكومية والمجتمعية الخاصة والاستفادة من خبرات الباحثين والتربويين والتقنيين والمستفيدين وصناع القرار في مجال التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني. نقابات التعليم صباح اليوم اعتصاما امام رئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة بتنفيذ محظر الحقوق الموقع مع وزارة التربية والتعليم. وقالت النقابات في بيان لها انها وجدت نفسها مضطرة لانتهاج خيار التصعيد الاحتجاجي السلمي رغم علمها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. واشارت النقابات الى جملة من الحقوق التي يجب على الحكومة تنفيذها، اهمها صرف العلاوة السنوية للعام 2013 ومنح بدل طبيعة العمل لمن حرموا منها وإطلاق بدل المناطق النائية واستكمال تنفيذ التسويات الوظيفية. نفذ طلاب المتقدمون لطلب الاستمرارية في وزارة التعليم العالي وقفة احتجاج أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالبت في ملفاتهم والتي مضى عليها أكثر من عام في أدراج الوزارة. ويقول المحتجون أن دخول العام الدراسي الثاني وهم بدون منح مالية يضعهم في موقف صعب ويمنعهم من مواصلة الدراسة. ونشد المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالوقوف معهم وتوجيه الوزارة بالتسريع في إصدار قراراتهم والمساعدة المالية خلال الشهر الحالي، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الدراسة هذا العام. نعى المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة الأستاذ المناضل هزاع حمود الجلال عضو هيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحافظة إثر تعرضه لحادث مؤلم بمنطقة الخشم. تجدر الإشارة إلى أن الفقيد شغل العديد من الأعمال الدعوية والتنظيمية التي كان من أهمها رئيس لفرع الإصلاح بمديرية كحلان عفار ورئيس لمكتب الطلاب بإصلاح المحافظة في الدورة السابقة وعضو بهيئة الشورى الإصلاح المحلية. هذا وقد شيع آلاف من أبناء المحافظة يتقدمهم قيادة مكتب الإصلاح بالمحافظة شيعوا جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في منطقة بيت الركن من مديرية كحلان عفار، سألين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
تم اليوم فتح المظاريف الخاصة بمناقصة تركيب الخط الرئيسي لربط المنطقة الأولى للكهرباء في محافظة الجوف، والتي تشمل مديريات الحزم والخلق والعيل والمصلوب بالمنطقة الثانية، وتشمل مديريات المتون والحميدان والزاهر والمطمة والمراشي، وكذلك تمديد الشبكة لمديريات المنطقة الثانية. إجراءات فتح مظاريف المناقصة تمت بحضور محافظ المحافظة محمد بن عبود الشريف والمهندس محمد الحيمي مدير المشتريات في الكهرباء. ختام النشرة أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. السعودية ترحل 12,000 عامل يمني خلال يوم واحد. اللجنة الرئاسية تؤكد على ضرورة نشر الجيش في مواقع النزاع بدماج. فريق صعدة والحكم رشيد في الحوار يضعان اللمسات الأخيرة على تقاريرهما النهائية. وللمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net، كما يمكنكم أيضا زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.